حولها يا ديكوس. فيش طريقة تانية؟ في طرق تانية ممكن اكتب بايت دوت بارز بايت يا بايت بارز بارز يعني حول برضو على فكرة بارز بايت يا بايت حول لبايت فكده ممكن ياخدها بس المفروض ما احطهاش كده يعني. نعم مظبوط. لا هو البايت ما يقدرش يشيل رقم كبير زي ده. مش قادر يشيل رقم كبير زي ده. انا مش عارف هو معلق ليه. يا ابني ما هو ده متغير جديد اسمه بايت نوعه بايت اسمه زد. اهو. متغير جديد اسمه بايت اسمه زد وقلت زد بتساوي الكلام ده. بس هو معلق ليه التحويل؟ معلش اسف. بس هو لازم يكون لازم البي كابتن. شيل اه واحده. هو عايز نص ان الطريقه دي بتحول النص. بتحول الايه؟ النصوص تحولها يعني بتاخد الارجمنت بتاعتها نص. مع انه كاتب ان هي ممكن تاخد انتجر. ماشي. خلاص دي طريقه ثانيه برضو للتحويل ان انا احول حاجه من نص لايه؟ لرقم. طبعا نفس تقيس على كده ان انا ممكن اعمل انت دوت بارس انت. واخد بالكم معايا؟ بايت ايه؟ ثواني بس عشان ما يحصل ايه؟ لازم احوله من النص للبايت. انا بقول له ده زد بايت. اه ماشي زد بايت زي ما انتم شايفين كده ما انا عارف ان زد بايت. ما هي بايت ده زد. لكن بقول له البايت ده كلاس بقول له حول حول اللي هو مين بقى؟ حول لبايت مين؟ اقصد مين؟ اقصد ده. حول ده لبايت. حول ده بس لبايت. فياخد على اليمين يحوله البايت ويحطه على الشمال. هيحولهم بصفر طبعا. انا مش عارف يحول. خلاص؟ عايز تجربها؟ ما هو خد بالك من حاجه. خد بالك من حاجه، انا ما بقولش بايت، انا مش كان قصدي البايت، انا كان قصدي الان اللي خلاني اقول بايت. انتجر. وقلت اكس او بلاش اكس قلت زد بتساوي قيس بنفس الطريقه قام قايل انت دوت بارز زد. هو فعلا ما فيش الانت خلاها في فلوت او سترينج. كان عندنا ايه تاني غير السترينج والانت وال هو كان نايم بس يبقى انا هنا اقصد ايه بقى؟ شورت زد شورت اه انا بقول له يا شورت بقول له يا شورت حول اللي جاي على اليمين ده لشورت. فهمت اقصد ايه؟ انا اقصد على اليمين يقصد على اليمين خلاص؟ فالمفروض يحول 50 دي لرقم شورت ويحطها جوه مين؟ يعني اهو هيقدر الشورت يقدر يشيل الرقم ده كله لكن هيقدر يحوله ويشيل منه اللي يقدر يشيله بس. شغل كده. هو مش عايز اطبع الزد اساسا. انا عايز اطبع مين؟ زد. لا ده هو لسه في ايوه هاي. لا 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 ده مطلع ايرور اي النمبر فورمات اكسبشن. تنسيق الرقم ده غلط. فاليو اوت اوف رينج. القيمه دي كبيره قوي انا مش قادر احولها خالص. مش قادر احولها خالص خلاص. لان ده ما بيقصش زي 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 الكاست اللي هو ما بين قوسين. ده بيحول بس النوع لنوع لكن ما بيقصش. لو عملت كده هيقبلها مش هيطلع الايرور ده. خليكم فاكرين الايرور ده لان النهارده المفروض نتكلم عليه. 500 جاب لي الايه؟ حولها عادي ال 500 وطبعها. لكن لما كبر قوي ما قدرش يحول الكلام ده قال لي كبير قوي. طلع لي ايرور اسمه ايه؟ اسمه ايه كده؟
اسمه ايه؟ خد بالك بقى من الاسم ده، اسمه نمبر فورمات اكسبشن. وابقى راجعني بقى لما اتكلم على الاكسبشن، نمبر فورمات اكسبشن، ونعمل الغلطه دي ونشوف هنصلحها ازاي. نمبر فورمات اكسبشن، بس مش وقتها، مش وقتها يا دكتور. الحاجه دي حاول بس، ما تقدرش يقص. خلاص تمام كده. يبقى خليكم فاكرين الايرور ده عشان نبقى او مش الايرور، معلش الاكسبشن ده. في فرق ما بين ايرور وما بين اكسبشن. كده احنا خلصنا المفروض الانواع، فلسه في الاوبريتور برضو. عايزين دلوقتي نختار على الكومباريزون اوبريتور. الكومباريزون اللي هو المقارنه، معلش انا كاتب النقط الرئيسيه بس عشان ما انتهش. الكومباريزون اوبريتور عامل معامل المقارنه، معامل المقارنه او عوامل المقارنه.